بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين حياكم الله، معكم مصطفى علي في قناة رياضة الحديث. لو حضرتك أول مرة بتشوف القناة، لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، ولا تنسى اللايك والمشاركة لكي تعم الفائدة على الجميع. نبدأ أولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السؤال اليوم بيقول لك هنا find the due of dx للتان inverse tan inverse تان انفرس اكس. عايزين نعرف قيمتها هنا بتساوي كام، او ما نجي نعمل اللي هو الفيرست ديفرنشيشن او الديريفاتيف اوف ذا فيرست فانكشن هير. عايزين نعرف هتساوي كام، يعني عاوزين نجيب التفاضل بتاع الداله العكسيه بتاع التانجنت بتساوي كام. اوكي، تعالى اذكرك كده، احنا درسنا من قبل ان اما يكون عندك الدي على الدي اكس اللي هي التان اكس كام بتساوي. طبعا لها كذا قانون، انت ممكن تكتب التان ساين على كوزين، وتستخدم قانون اللي هو الكوشنت بتاع اشتقاق القسمة دالتين، او طبعا عارفينها على طول ان الدي على دي اكس اللي هو التان اكس اللي هي السيكنت تربيع ايه، سيكنت تربيع اكس، واحنا عارفين السيكنت اللي هي بتساوي كام، واحد على كوزين تربيع اكس. ادي اول خطوة عندك معي. هنفرض مثلا لت ان واي بتساوي tan inverse x. اوكي، كلام جميل. اوكي، خد كده tan للطرفين هنا، اما نجي ناخد هنا tan للطرفين هنا، يبقى هنا عندك هنا tan y، وطبعا اما ناخد هنا tan في tan inverse للx، الدالة في معكوسها دائما قيمتها بيكون واحد، يعني انت عندك هنا ان tan y هتساوي ايه، هتساوي اللي هو ده واحد في اكس يعني اكس. اوكي، كلام جميل. خد دي على دي اكس الطرفين، يعني خد دي على دي اكس للتان واي بيساوي دي على دي اكس للاكس. اوكي، كلام جميل. احنا جبنا هنا من فوق ان دي على دي اكس للتان واي بيساوي واحد على كوزين ايه، واحد على كوزين تربيع اكس. يبقى انت عندك هنا واحد على كوزين تربيع اكس، بس في دي واي على دي ايه على دي اكس بيساوي ايه، الدي على دي اكس اللي هي كم قيمتها بيساوي واحد. هات من هنا الدي واي على دي اكس، يبقى انت عندك هنا ان الدي واي على دي اكس كم قيمتها هنا بتساوي اللي هو كوزين تربيع. اوكي، كوزين تربيع واي. كلام جميل. طبعا انت عندك هنا ان دي واي على دي اكس بيساوي كوزين تربيع. اوكي، يبقى انت عندك هنا ان دي واي على دي اكس بيساوي كوزين تربيع واي، يعني الكوزين تربيع دي واي معناها مقامها واحد، اقسم على واحد، والواحد ده اللي هو عبارة عن مين، على الكوزين تربيع واي زائد ساين تربيع واي. حلو، يعني اصبح عندك هنا ان الدي واي على دي اكس بيساوي اللي هو كوزين تربيع واي على كوزين تربيع واي زائد ساين تربيع واي. كلام جميل. هتعمل ايه بقى، اضرب في واحد على كوزين تربيع واي، وهنا واحد على كوزين تربيع واي بسطا وايه ومقام. اما تضرب واحد على كوزين تربيع واي فوق كوزين تربيع واي، اصبح عندك هنا واحد على، وهنا طبعا واحد على كوزين تربيع ده في ده، يبقى واحد زائد الساين على الكوزين واي الكل ايه، الكل تربيع. يبقى اصبح عندك هنا اللي طبعا الدي واي على دي اكس، يبقى هي بيساوي واحد على واحد على الساين تربيع، عندك هنا ساين تربيع على الكوزين تربيع اللي هي مين، ساين تربيع على كوزين تربيع، هتلاقي عندك اللي هي الايه اللي هي الاكس تربيع، لان الساين واي على الكوزين واي لو انت جيت بالصيت من الخطوه اللي قبل كده اللي هي دي على دي اكس، هتلاقي ان التان واي بتساوي اكس، صح، التان واي بتساوي اكس، والتان تربيع يبقى بتساوي ايه، اكس تربيع. وهذا هو المشتقه الاولى بتاع مين، بتاع التان انفرس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.